الوقت والصغر، يجي الوقت تولوا كيفي، راكب للدين والهلواس. اللطف عليك يا عم، ربي يخفف. هل بدل من قرية لقرية، يمكن ملهوف على الفلوس ومرات يوصل للقصر. على رحمة الوالدين يا بنات، يقوي سعدكم. هالغرارة طاحت مني. واش فيها يا عم؟ جمل مقطع، جيت نبيع اللحم في مطوس. وك وين دمه؟ جمل مقطع في غرارة؟ الناس تقول الديك عشيه 100 ليلة ما يعشيكش ليلة، والجمل إذا مات ترفع قفة. وانت يرضيك عم نفسدوا زينتنا واحنا ضيوف؟ ربي يستركم ويعطيكم ما تتمنوا، وينو بلي بغيركم. الله الله عليك يا عم، كلامك باهي، ما تكون إلا راجل باهي. أيا تصبح على خير يا عم. ونزيدكم راس الجمل هدية. لطف مثقلة. عشت يا عم، إن شاء الله في زواج ولادك وتهدي ويهدولك. يا بنت طريف، تعرفني؟ ها؟ بنت حاكمنا الغالي. قولي لهم البدال يبدل في اللحم باللحم. وخيتي الرجل مجنون، يعدي فيه وقيت الشيب والعين. لحماش بلحماش يا عم. الجمل بالجمل، والنعجة بالنعجة، والغزال بالغزال، والراجل بالراجل. مرتى بلسانة زي الحنش. اللحم اللي عند المطيس خير من اللحم اللي عندك. طول عمرك ثقيل يا ولد خويا. لا قلت صوف لا قمح، ما لقيت كالجمل يا عمي، نفسي انقطع. أمهرة، الراجل الآخر منين طلع؟ ما ندري، تقول سحر شايب وقلبه حي. ريتي كلامه مرتوب. ثم شكون جاي على جرتنا؟ يمكن حميد، قالوا مغروم بالصيد هالايام. حميد يحب تومانة، غيبتك يا تومانة. تو ولد شيخ نرجوه، ونهزوا الصيد هدية للشيخ أحمد. نمشوا بالشوي لين يوصل. حميد مبهج، مزيان ورجال. تومانة دبرتها على بكري. لو ريتي خوه واخته جديدة، تقولي رومية والقراية. تو هو قالوا في مرتبة قاضي، وما زال ناوي يكمل القراية. شوقتيني، حتى أخته قالوا وردة. ادخل لا تفضحنا، ادخل. الناس بكري ربي يستنى فيه. وصل وين؟ وصل. جمايا اللي هنا الدار، هنا يا ركبوا الاثنين. هي جمايا اللي هنا الدرلا، جمايا اللي هنا الدار، هينا يا ركبوا الاثنين. هين ويا اللي حدرنا. السلام عليكم. وعليكم ما قلتم. على رحمة الوالدين. هالغرارة طاحت مني. فمها مربوط. مكبوسة مضمنة. هي مش ثقيلة. هز من زاوية وأني من زاوية أخرى. هاي بسم الله. يا براك يا بيه سايب. 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 خيانة هذه. سايب. دمنا. سايب. إيش طالبين؟ صاحبنا إبراهيم. شايف. حصل. يا شايب. يا كبدي يا وردي. وش اللي سمعته يا عبد الدقي؟ العام سخون. مبروك، عملها فينا مبروك. الخونة عادة. حميد متحذر ومسلح، اولادنا منبهين عليهم. ساعة القضاء لها غفلة يا شيخ. مبروك العب لعبة الصغار، لعبة القط والفار. حمار وغرارة وبدال وكلام مرتوب. المؤمن المؤمن فيه الغفلة. نلحقه لو يطلع للسماء. حميد رفيقي وابراهيم شديناه مع بعض. عقل يا مادي، الشمس قريب بتطيح والرجل فاتنا.
والله هو أعلم وين مخبي حميد، يمكن راهو في بعض المغاور. مبروك مسمام وما تباتش فيه. اطلقوه اللي ما يتسمعش اللي في داري، اطلقوه خلي مبروك يطلق حميد ولدنا الغالي. يا بابا يا بابا يعيشك سيب وخلي يمشي على روحه. حميد خويا خويا سنين وانا نتمنى نشوفه حتى وقت اللي نلقاه يزور. اصبري اصبري يا دلال يا بنتي، سكت اختك يا سعدون. على الاقل هي تبكي، اما شي يعمل اللي ما يقدرش على البكاء؟ اطلق ابراهيم هذا هو الحل. الكلام هذا مش وقتك، ما نطيحوش من الضربه الاولى، يلزمنا نعملوا راي. انتم ضيفاتنا، اعتبروا اللي ما ثم حتى شيء، غدوا الحفله والليله التحضير. مزنه اكرميهم يا مزنه، اكرميهم واصبري على القضاء. الحبس والتعب للرجال. ودي ودي الراجل دخل ديارنا بعد عندنا ونهرب، نهجم عليه في الدوار متاعه. المبروك عادي، ورجاله كلاب دم، كان نهجمه تو ما نطلوا منه حتى شيء وممكن ياثر فينا. المساله هذه خلوها في كلبتي، وحتى واحد منكم ما يتدخل. علي اليمين لو كان يتدخل واحد منكم المشيخه الا ما سلم فيها. وهو الشيخ احمد يحكم فيكم ولا يرفع عليا مشيكته. خلوني نعاني انا، خلوني نعاني وحدي، وردوا بالكم تعملوا عمله من غير مشورتي. مش ديما تنجحوا، المره هذه مبروك يرجى فيكم وفرسانة على ظهور الخيل، وهو ما تدروا عليه وين يبات. مسكين حميد ما يستاهلش، ربي معاه. مسكين دلال نيس خوف حنينة، صبرت روحي صبرت ما فات شيء. حميد راه خوف ورفيق ونخون، ما يسهل يهزوك في الخروف. انت روحي لدارك كتفها يا مادي. اسمعي كلام سيدك عبد الدايم. والله اول مره شامخه تقول كلام صواب. ابكي يا شامخه ابكي، يا ريت الدموع تجي، يا ريتني جيتوا لي. السلاح اش نعمل بيه؟ اش نسوي بيه؟ يا حلالي الشيخ عبد الدايم منحوس، مرينا منه كان الشر، المشاكل الكل صدفاتها. مسكين ربي يسترنا منه، اذا دامت الحال ما توستخلى. بعيد الشر اذكري ربي. والله يا ريم الشيخ عبد الدايم مشوم علينا. يقولي لي كاه يا باباك، اني حسب ما سمعت باباي ناوي يرجع الشيخ احمد. اي لكن بشرط الشيخ احمد يقبل، حنين لزموه. شكون يوصلني لباباي نقول له؟ الليلة فرح يا بنويت، غنوا ورقصوا. وحميد؟ حميد ولدي يا شامخة، والليلة حفلة جدي والحبس للرجال. إيه مكسح قلبه، ربي يسترنا منه. فرحان بالمشيخة مهمته. حميد حميد يموت يا البنات، ما زلت ما شبعتش منه. هذه هي عيشتنا الصبر، لهني ما تسمعي كلبكي ونديب. وانتو باش بعيشكم فيها البقع الاخطر والدنيا المحروبة. الوكر من ايمان، دلال قالت الحق، لكن الوكر وحب الجدود. ريم هاي المادي وصلك، تصبح على خير. على خير. خبري كاهية، عيشتنا بقت مرار من هم الهم، نعدوا الأعمار في البكية والنواح، إنسانة تندب ورجالنا قلوبها دم. المرة هذه باباي قال بشي يكسر في العسى، قال بشي يخصص 20 فارس لكل قرية في الليل وفي النهار. ما تقوى جيش طريف لما فنت مطوس. ما تعبش روحك يا مادي، الكاهية يعرف اش يعمل. ادخلوا معاي وقابلوا باباي واحكوا له على كل شيء. هينا دخلوا له ونفهموه اللي يلزم يعمله. لا يا مادي، اهلنا راهم مشغولين، والكاهي يعرف اللي لازمنا. وزيد ريم تبلغ باللي ردت، وبالك راهو مشغول. انا نرجع.
لا لا شك، من رجل من تهنوا على ريم، خلها تدخل. اسرع يا ريم، حتى عم عبد الداي ما استاذناش منها. قولوا حسبنا ريم استاذنت منك، كذب المصالح جايز. تصبحوا على خير. ادخلي. حتى نراكم غبتوا في الزلال. تصبحوا على خير. مبروك قصدني، تعدى على رعيتي، أذني مرات ومرات، فسد سمعتي، خلاني عيكة بين الناس. أول شيء تمشي لعبد الدايم وما تجي كان بإبراهيم، وثاني شيء جلولي حظر الفرسان، السلاح والبارود، وأني بنفسي نقود الفرسان ونطارده من بر البر. أما نقضي عليه ولا يهج ونعمل صاحب على جمل قدام الفرسان، أما يقتله ولا يستسلم. ما فكرتش في حميدة شجرة فيه؟ إذا يمسه يعرف بس تكلف عليه، نحرقه نذوبه نخليه غبرة في السماء، راسي براسه. بعد ما هدينا الناس وتمانوا هو يشعل النار. أنا أمورك الخاصة ما نحبش نتدخل فيها، لكن خذ رأيي هالمرة وتفكرني، العملة هذه ما تنحلش بالقوة، فيها زوز رجال مشدودين كل واحد منهم عند قوم، واللي يموت منهم يأثر على الآخر. والمبروك نعرفه كيف عادته. باش تحب تقول؟ تبعث ولدك هاشم المبروك يتفاهم معاه. أني الطريف الكاية نتفاوض مع فلاق؟ البي عطاني نشان، كلفني بالرعية، ونفاوض مجرم؟ رأيي قلته، وانت نظرك أصلح. لكن يا صميد علاه ولدي بالذات؟ نحب هاشم يعمل عملة تبيض الوجه وتخلي الناس تتحدث به. يعطيك الصحة يا سميدة، نقابلوا العدو يتنور وجهنا. منين جبت هالرأي يا سميدة؟ هذا حل سهل، لكن كيف يدخل بعضه ما عاد حد يسيطر عليه. الدم يطلب الدم. يا عمي امشي انت المبروك حل المشكل، اذا قصدك تبيض وجهي وجهك اولى.